طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أول درس إن شاء الله إنه نتعلم كيف نجيب كهرباء للبيت ونستخدمها لأشياء كثيرة. أول شيء بنحتاج اللوح الشمسي هذا والمولد هذا، بس هذا مولد كتير كبير، فبيحتاج إشي اسمه مهبط للكهرباء، خلينا نقول الأحمر خليكم تتذكروه، ولوحة أم أو اللوحة لوحة الكهرباء. فخلينا هيك مع بعضنا البعض نشتغل الشغل من أول وجديد لحتى تعرفوا من وين انكرفت كل هاي الأمور. أول إشي منكرفت هاي، حلو، نعمل لها كراف ومننزلها هون. طبعا شقية الكهرباء هي هون، باور ان وباور اوت، حلو. وبعديها اللوح الشمسي برضو من هون، نفس الشي من الالكترونيك، هيها موجودة، تمام. بتقدر تضغط حرف الار، حلو، عشان يتغير المكان. هو طبعا الشمس مثلا بتيجي من هون، فبنعمل هيك ونكرفت كمان واحدة هيك، حلو. هلا بدنا الجهاز عشان نشحن. هلا شوف اللي هون المولد صفر، شايف شارج ليفت هون فوق صفر. فعشان نقدر انه نشحنه لازم نوصله بهذا الجهاز اللي هو مولد الكهرباء، بنوديه على هذا الجهاز. كيف؟ باستخدام منظم الكهرباء اللي هو هاد، نكرفته هون، حلو، ونروح على أول. وأهم إشي يكون الإشي يعني منظم لحتى يكون الإشي سهل عليكم يعني. طبعا حلو، هاي أول، هاي أول لوح شمسي ركبناه. اللوح الشمسي الثاني حلو. طيب هلا هاي الشارج اوت، حلو، بنوديه لوين؟ مولد الكهرباء. خليكم معاي، حلو، باور ان. طيب هلا عشان نقدر نستخدم الكهرباء ونوزعه للبيت، بنحتاج لوحة كهرباء اللي هي هذه، تمام. طبعا انا مكرفت وحدة هون، بنحطها هيك، معلش، تمام. وبنوصل لها كهرباء اكيد، بناخد من الباور اوت، حلو، ومنحطها على الباور ان. طبعا صار في عنا 4 مخارج، هيك فينا نوصل كهرباء للبيت. خلينا اورجيكم مثال. ننزل على الموزع هاد، نقول له باور ان، صار في كهرباء، حلو. طيب بدي اورجيكم كمان هون الشارجر، شايفين الشارجر بيقول لي معاك 2 ساعات، ساعتين و47 مينت. عمال هلا حاليا بشحن يعني. اكتب يوسج 2، الماكس اوتبوت 100، حلو. وهذا هو يعني شرحنا لليوم. احنا بنقدر نستخدم يعني، خلينا نكرفت مثلا شي بدنا نستخدمه اللي هو هذا الجهاز، راح نتعلم عليه ان شاء الله اللي هو كيف فينا الموارد اللي هون، يعني الموارد هاي كلها اللي هون مثلا كيف يروح هون، بس خشب يروح هون، حجر يروح هون، الى اخره.
فترتيب الموارد هاي عن طريق الفلتر هذا إن شاء الله راح نتعلم عليه، بس عشان أول شي يكون إنه الكهرباء شغالة وما فيها مشكلة. طيب نعمل باور أوت. هون في باور انبوت، نجرب شغال تمام. نروح نتأكد من الشحن. عماله هلا بشحن، فاضل له ساعة وخمستاشر منت بيفلل، يعني بصير عندنا كهرباء فل. فهذا كان شرحنا لليوم، إن شاء الله يا رب يكون الشرح مبسط. وأي شرح بالإلكترونيات أو وفي الدرس اللي بعده كمان انتظروا، إنه راح كيف الموارد هاي أول، يعني ما تدخل يكون معك موارد كتير بس تحطها هون حلو، أو هون أو هون أو هون معلش، ويصير رتب لك هون خشب، هون ستون مثلا حجر، هون ملابس، هون إلى آخره. بإذن الله بالشرح الجاي انتظرونا. يعني لو حبيتوا المقطع يا ريت تشجعوني بلايك، لأنه هذا لسه القناة عنا جديدة، وما تنسوا الاشتراك أكيد لمتابعة كل الحلقات القادمة بإذن الله، وشكرا جزيلا.